لقيت اعلان تخسيس وكمان قلب حبيب عصام. انا هنا على فكره. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سامح في البيت. انا النهارده حبيت ابدا وقفتي في البرنامج النهارده في المطبخ. ليه المطبخ؟ بنتكلم عن الترابط الاسري وعلاقه الرجل والمراه، الزوج والزوجه. زي ما سمعنا في الانترو لازم يكون في توافق وفي موده وفي رحمه وفي حميميه ويساعدوا بعض. ايه المشكله يعني لما الراجل يقف في المطبخ زي ما انا واقف اهوت وعمال اقطع لكم الطماطم ونعمل حاجات حلوه، نعمل اكل جميل جدا النهارده هتدوقوه من ايدي وطبعا من ايد الشيف، يعني مش انا لوحدي اللي عامله. يساعد مراته، افرضوا عندها تعبانه، افرضوا انها مشغوله، اي حاجه في الدنيا، مفيش مشكله لما الراجل لما يكون فاضي يقف يساعد مراته في المطبخ ويعمل اكل او يغسل المواعين كمان. ايه المشكله؟ هي دي الرجوله على فكره. مش الراجل يقول لا انا ما اقفش في المطبخ وما شيلش مكان الطبق وما اغسلوش وما اغسلش فنجان القهوه بتاعي وما اعملش. عادي ووارد، وهي دي الاسره المصريه الجميله، ان يبقى في توافق مع بعض ومساعده لبعض. انا شايفه عادي، لو حد تاني شايف حاجه تانيه يقول. طيب ما علينا، هنبدا النهارده بقى. انا عاملين النهارده لحمه امي ما انا هقول انا. تعالي يا حبيبتي تعالي. معانا طبعا شفتنا الجميله امي الشيف ورده عامر. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. هنعمل لحمه بالصوص الريحان ان شاء الله. ايه رايك؟ لا جميله. بصي بصي اشتغل على كده. بصي كمل بقى الطبق على كده، انت اللي هتعمل السلطه. قولي. هنعمل لحمه ان شاء الله بصوص الريحان. ايوه. اللحمه دي عباره عن كيلو لحمه ومعلقتين زبده، بس زبده، وبنشوحها على الجنبين. وبعدين بنسيبها مع معلقتين ثوم، وبعدين بنسيبها تستوي على نار هاديه جدا لغايه لما تستوي خالص خالص، هتبقى كده. واحنا الريحان بنجيب ريحان اخضر ونضربه في الخلاط مع شويه زيت زيتون. تمام. وبعدين انا هحطه بقى على اللحمه بعد ما استوت، هقلبه عليها ومعلقه دقيق واحده بس هحطها عليه عشان تعمل بس معايا صوص تقيل. دقيق مع الصوص ده. معلقه بس عشان تديني سمك شويه. بس تمام. وبعدين عندنا رز بالمستكه والبصل المقلي. رز بالمستكة. انت دايما كده تعملي تكات كده في كل حلقه، مره رز بالتفاح. أيوة ومره. أيوة. مش عارف ايه. ما هو لازم يبقى في تكات، يعني هنطلع في التلفزيون نعمل ايه؟ هو لازم في تكات. رز بالمستكة. رز بالمستكة والبصل المقلي. تمام. فصين مستكة مش اكتر عشان ما تمررش، ومعلقتين زبده، وكيلو رز غسلينه اهو زي الفل. وعندنا بقى شوربه، لازم شوربه مش ميه. لازم شوربه. بس الشوربه دي بقى بتيجي ازاي؟ الشوربه يبقى عندنا شوربه احنا دايما. صح، احنا كده؟ لان انت اصلا اللحمه دي مش انت عاملاها ستيك قطع كده ومسويها، ما بتعملش من غير شوربه. لا ما بتتعملش. فنصيحه برضو كل الست بيت شوربة. يعني لما تيجي تسلق اللحمه بتاعتها ممكن تخلي جزء كده تحطه في علبه بلاستيك وتحطه في الفريزر لمواقف زي كده. شفتوا برضه احنا بنفهم في المطبخ برضه يعني. اتفضل. وبعدين هنقلبه شويه ياخد ويدي مع الزبده والمستكه، وبعدين هنحط الشوربه، ولما يتشرب هنوطي عليه ونغرفه ونحط عندنا بقى سلطه طماطم بالكزبره الخضراء والبقدونس، بورق الكزبره الخضراء والبقدونس مش بقدونس مخرط. الله. تمام. والجرجير، ورق الجرجير برضو بقطفه كده واحط ورق الجرجير عشان كمان نستفيد بيه، لان السكينه لما بتقطع الخضره بتاخد من فايده الخضار. تمام. وعاملين له معلقه ثوم مع ربع كوبايه ليمون مع ربع كوبايه زيت وملح. تمام. ده الصوص بتاع السلطه. تمام. بس وبالهنا والشفاء. طيب نقول بس بقى، انت هتكمل السلطه برضو. هكمل السلطه عينيا الاثنين. حب بس بتضيف ونخش في الحلقه وتلاقيني داخل معاك. طيب هنقول بقى الفوائد النهارده اللي موجوده بالنسبه لاكلتنا اللي هي التكه بتاعتي بقى المميزه في مطبخ سامح في البيت. فوائد الريحان والمستكه. الناس بتعتقد ان اصل زراعه الريحان في الهند وافريقيا، واكثر الدول استخداما للريحان في الطهي المطبخ الايطالي والمطبخ الاسيوي ومؤخرا المطبخ المصري من سنين فاتت. المستكه
بتستخرج من جذع الشجر، وهي عبارة عن مادة صمغية وتستخدم في صناعة العطور والبخور، وتدخل في تحضير الطعام كأنواع من التوابل. الريحان والمستكة بيجتمعوا على فوائد تعتبر واحدة. ايه هي؟ أوراق الريحان والمستكة كمطهر عام ضد الجراثيم والبكتيريا، تساعد المستكة على علاج قرحة المعدة الناتجة عن البكتيريا. يستخدم الريحان كعلاج لالتهاب الحلق ونزلات البرد والسعال، وبيشرب مغلي وتشترك معاه المستكة، وبيساعدوا هما الاثنين على حرق الدهون وإنقاص الوزن للناس اللي عايزة تعمل دايت. الريحان مع المستكة بيتغلوا كده وبتشربوا بتعمل إنقاص وزن، وبيعالج من سرطانات وأمراض وبيعالج السرطانات وأمراض القلب والشرايين. الريحان والمستكة بيعطي فم رائحة للفم رائحة منعشة، ويحافظ على سلامة الأسنان ونظافتها. والمستكة بتستخدم في عسر الهضم والتهابات الجهاز الهضمي، كما تساعد أيضا على علاج الحموضة. جبنا لكم كل شيء مفيد عن المستكة والريحان. نبتدي بقى حلقتنا النهاردة المميزة، اللي هي احنا عاملينها النهاردة مخصوص للترابط الأسري ولبناء الأسرة العربية، مصرية كانت أو عربية، مش لهدمها، مش الناس اللي بتتكلم لهدمها وبتعمل دعوات على الفيس أو في برامج وتقول الست ما تحتاجش الراجل في حاجة. الراجل والست واحد، جزء لا ينفصل، ده من عند ربنا هو اللي قال كده. آدم وحواء، حواء اتخلقت من ضلع من آدم، وده ليه معنى ومغزى، إن هما الاتنين يفضلوا عايشين حياتهم مع بعض بمنتهى السلام والمحبة. مفيش حد أنا عايز أحتاجك شوية وأنا عايز أحتاجك شوية وسلام عليكم، مينفعش. احنا فضلنا نبني على مدار 20 سنة في مسلسل محترم اسمه مسلسل يوميات ونيس، عن بناء الأسرة المصرية، وإزاي علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة الرجل بالمرأة مع الأبناء، وإزاي يربوا أبنائهم، وعلاقة الأبناء مع الجدود أو الأحفاد مع الجدود، وعلاقتهم بالجيران، وعلاقتهم في الشارع، وعلاقتهم في الحي. هي دي الأسرة المصرية، هي دي الأسرة المصرية، الترابط من أول البيت لحد الشارع. نرحب بقى بضيوفنا الأعزاء اللي موجودين معانا النهاردة، اللي هيتكلموا وهيناقشونا وهيفتونا في موضوع بناء الأسرة المصرية. طيب ماشي. طبعا احنا اتكلمنا كتير بقى عن الأسرة المصرية، هنظبط نفسينا كده. معانا الدكتور علاء رجب، استشاري نفسي وعلاقات أسرية. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا سيدي. اهلا وسهلا. ومعانا الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا. ايه رايكم بقى في موضوع حلقة النهاردة؟ ودينا جبنا للسادة المشاهدين دكتور ذكر ودكتورة انثى، دكتورة في علم الاجتماع ودكتور في علم النفس. هما الاثنين باذن الله متفقين على مبدا واحد، وهو الترابط الاسري وبناء الاسره المصريه وليس هدمها. ونسمع راي الدكتور علاء ونسمع راي الدكتوره عزه. نبتدي بليديس فيرست، الدكتوره عزه زيان. طيب اولا بقى انا عجباني جدا المقدمه، الانترو كان رائع واكتر من رائع، في ملخص تقريبا لكل اللي احنا حقيقي عايزين نقوله. بس تعالوا نبتدي نقول ان العلاقة الزوجية ما بين الراجل والست محتاجين او محتاج العلاقة دي مجهود غير عادي، غير عادي للحفاظ على الأسرة والكيان الأسري، مجهود غير عادي من الزوج والزوجة كمان. بتجيلي حالات زوجة مثلا تقولي انا بطبخ وبغسل وبحمل عيال وبذاكر لهم، وجوزي في وادي تاني خالص ومش شايفني اصلا. وبيجيلي زوج يقولي، تخيل يقولي ايه، مراتي بتطبق عليها تطبيقة بقى مكوى، وفي الدولاب تفتح كده تلاقي الدنيا مرصوصة، ايه تمام، الشرشيب السجادة تقعد ترص الشرشوبة جنب التانية، بس انا مش عايز كده.
الزوج بيبذل مجهود والزوجة بتبذل مجهود بس في غير احتياج الطرف التاني. فأنا بقول إنه لازم العطاء، لأن كل ده عطاء، لازم يكون في ضوء احتياج، كل واحد يعرف التاني عاوز إيه، محتاج لإيه، ويبتدي يعمله. عندنا مشكلة حقيقية إنه حتى بمرور الزمن والوقت تسأل طرف من الاتنين هو إيه اللي بيسعد الشريك التاني. الزوج مثلا لسه سألاه هو مراتك بتبقى سعيدة إمتى، معرفش يرد، مش عارف مراته أسباب سعادتها إيه، فبالتالي مش عارف يساعدها. فعندنا حقيقي مشكلة حقيقية فعلا إن إحنا ما بنعرفش بعض. أوقات يعني قبل ما نتجوز بنبقى فاهمين إن إحنا، أو متخيلين إحنا فاهمين الطرف التاني، بندخل في الجواز نكتشف الآخر بقى، بنحاول نكتشفه وما بنعرفش، فبيحصل صدام. يمكن الحلقة دي إحنا عاملينها زي ما حضرتك قلت كده ردا على الدعاوي اللي بتقول الست مش محتاجة للراجل، وده أكيد مش منطقي، مش منطقي تماما. لا الشرع بيقول كده ولا الدين بيقول كده ولا المنطق بيقول كده. فكرة المساواة ما بين الراجل والست فكرة الحقيقة يعني غير منطقية في بعض الحاجات، لأنه حقيقي الاتنين الطرفين محتاجين بعض بشكل أساسي. يعني ما ينفعش مثلا في العلاقة الزوجية كل واحد من الاتنين يبقى ليه دنيته، ودي بنلاقيها اوقات لما العلاقه بتطول شويه يزهقوا يبقى في روتين، ولكن بعد كده نبتدي نشوف الحاجات المشتركه اللي نقدر نحطها في البيت فعلا. السوا وفكره السوا هي اللي بتخلي الحياه احلى. صح. نخرج سوا، نتفرج على التلفزيون سوا، نشتري سوا، نعمل حاجات بسيطه سوا، فكل ما بنعمل حاجات سوا العشره بتحلو فبنكمل احلى. تمام. رأيك يا دكتور على ايه؟ من ناحية النفسية بقى كده. بداية طبعا انا بشكرك على المقدمة الهائلة الرائعة اللي فعلا كل كلمة فيها ليها معاني كبيرة جدا. ممكن ده مش غريب عليك كإعلامي وفنان قدير برضو، يعني لسه شاب وكل حاجة، بس قدير في ان انت لمست حاجة في مشاعرنا واحاسيسنا من الماضي من 20 سنة، وانت قاعد في جو اسري كنت عامل ملحمة أسرية رائعة فيها كل دروس علم النفس وعلم الاجتماع في مسلسل يوميات وريس. الله حقيقي. مدرسة رائعة من الأحاسيس ومن المشاعر ومن المواقف الحياتية اللي فعلا كل إنسان كان بيشوف نفسه عز الدين، شرف الدين، حفظنا ونيس، عرفنا كل حاجة، اتعلمنا حاجات كتير قوي، كان كل بيت عربي ومصري. ولذلك حتى أنا بقول أتمنى كل التلفزيونات العربية تبدأ تعيد هذا المسلسل الرائع الرائع، وحط تحتيه كذا شرط اللي هو بيجسد حالتنا الاجتماعية والإنسانية بشكل رائع جدا. طيب دي حاجة. بدل بقى حضرتك بديت بالمقدمة الرائعة دي اللي انت قلتها وثنيت على الانترو اللي انا عامله اللي انا لميت فيه كل المعاني، وطبعا المسلسل الكبير الفن الجميل مسلسل يوميات ونيس لما كل دستور للبيت المصري رسالة. دستور للبيت المصري في المعامله بين الزوج والزوجه والابناء وكل حاجه في الدنيا. طب ما تيجي نفكر الساده المشاهدين، انا عامل كده تجميع بسيطه قوي مش من مشاهد، عشان المشاهد ما اكثرها دول 250 حلقه يا جدعان فصعب ان انا اختار مشاهد، والمشاهد كمان بتبقى طويله. لا كنا بنعمل حاجة حلوة قوي في المسلسل والأستاذ صبحي كان بيعملها، اللي هي في التتر بيقول لك احنا هنتكلم عن ايه طول 30 حلقة، الدستور بتاعنا ايه بتاع الجزء ده، العلاقات ايه والدنيا ايه. تعالوا نفكر الناس بزمن الفن الجميل مع كلمات مؤثرة وأثرت في المجتمع من مسلسل يوميات ونيس. لو كنت كبير او كنت صغير اتفقت انا وزوجتي ان نربي ابناءنا على الاخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع ابا عظيما واما فاضلة، ولكننا اكتشفنا ان في مجتمعنا من يفسد ما زرعناه فيهم، وهؤلاء علي ان اربيهم اولا. إذا كنا قد ربينا أبناءنا على الأخلاق والقيم فعلينا الآن أن نعلمهم كيف يجملون صورة مجتمعهم ويقاومون إغراء المفسدين بضمائر قوية. لذلك
نكون قد قدمنا لمجتمعنا مواطنا صالحا، أبا عظيما وأما فاضلة. ولكننا اكتشفنا أن هذا لا يكفي، فعلينا أن نرسم ونتكتك ونخطط لمستقبل أحفادنا وأن نرعى أجدادنا، وهذه هي الرحمة في مجتمعنا. ولكننا اكتشفنا أننا كمسؤولين عن أبنائنا الذين هم مسؤولين منا، مسؤولين أن نعلمهم كيف يكونوا مسؤولين عن الذين سوف يكونوا مسؤولين منهم. ولا بد لكل مسؤول أن يكون أمينا في مسؤوليته أمام أسرته ومجتمعه وأمام الله. رحلت زوجتي الحبيبة والرحلة لم تنتهي بعد، فإذا كنا قد ربينا أبناءنا على الأخلاق والقيم، ففي هذا الزمان علي أن أراقب كيف يربي أبناؤنا أبناءهم. فالأحفاد هم ثروة، إذا بددناها لن نحصد إلا الفساد. في البيت مع سامح في البيت. هو ده الفن الجميل. والله مش عشان أنا كنت مشترك فيه، يعني حتى لو ما كنتش مشترك فيه كان هيبقى من أحب المسلسلات لقلبي، وأعتقد ده بالنسبة لجمهور الوطن العربي كله. لأن والله الواحد فعلا بيقابل الناس في الشارع بيقولوا إحنا عاملين السيديهات كلها بتاعت الثمن أجزاء بنسهر عليها في الأجازات، وجينا اللي طالع الجديد الجيل طالع الجديد اللي هو الأبناء اللي هم ما شافوش هذا المسلسل أو ما حضروش بيشغلوه لهم على السيديهات يتفرجوا عليها، وبيقولوا من أكتر الأعمال اللي شداهم، وبتبقى مسألة ثواب وعقاب بالنسبة للفسح أو بالنسبة لما تذاكر هدي لك مكافأة مش عارف إيه اللي أنت تتفرج على المسلسل لو أنت ذاكرت كويس أو نجحت أو بجد. عمل عبقري، لمينا فيه كل حاجة، وإحنا بنكمل المسيرة، بنكمل مسيرة الإعلام الراقي الهادف اللي هو بيلم الأسرة المصرية وبيبني الأسرة المصرية مش يهدها. نرجع تاني لرأي الدكتور علاء رجب. حقيقي طبعا، يعني زي ما انت يعني اقدر اقول قلوبنا اتهزت مع المشاهد الرائعة دي، وافتكرنا حاجة كتير قوي مفتقدة في العالم اللي احنا عايشينه. ونرجع لموضوع الحلقة بتاعتنا، الترابط الأسري وايه اللي ممكن يحصل بين الزوج والزوجة نفسيا لما بيحصل اختلافات. أكيد في أي حاجة ممكن إن الراجل يختلف مع مراته، ده شيء عادي جدا، لكن ليه سبب الاختلاف ما بين الرجل والمرأة؟ إيه اللي بيخلي يساعد المرأة أحيانا إن تزيد الخلافات، وإيه اللي بيساعد الرجل إن هي تزيد خلافاته مع المرأة؟ فهم سيكولوجية الرجل وفهم سيكولوجية المرأة ده هيخلينا نتلافى حاجات كتير قوي من الاختلافات. الراجل على سبيل المثال مثلا القدرة التعبيرية عنده أقل بكثير من المرأة في القدرة التعبيرية. الراجل بيتكلم في حدود حوالي 8000 كلمة في اليوم، الست بتتكلم تقريبا 15000 كلمة في اليوم، لأن قدرتها في المشاعر والأحاسيس والتعبير أعلى. لو الست فهمت أن الراجل ما بيتكلمش كتير ليه هتهدى شوية وتعرف أنه هو إيه، مش هيحصل اختلافات بينهم. الراجل مثلا على سبيل المثال، طب ليه؟ لا الست الست مخلوق فطري عندها اللي هي قدرتها على التعبير عن مشاعر بتاعتها اكتر، هي اعلى من الراجل في ان هي ممكن تركز في ثلاث اربع حاجات، لكن الراجل بيركز في حاجه واحده بس. ولذلك هو حاله التفكير هي ايه، هي متعدده، هي متعدده التفكير، تريبل التفكير. هي ممكن تطبخ وتسال ماما تقول لنا تطبخ وتطمن على الولاد وتكلم جوزها وتعمل وتطمن على مامتها، وممكن تسوق العربيه تعمل كذا حاجه في وقت واحد. ولكن الراجل لما بيجي يكلم حد هس استنوا عشان المكالمة دي، او يقعد بالعربية او يقف عشان يعرف المكالمة دي. طيب الراجل لما بنخرج مع بعض ونقعد في اي كافيه او رسترا، دايما لو احنا اسرة كبيرة جدا الستات ياخدوا بعض لو رايحين الWC. الراجل لا، مفيش الكلام ده. يبقى فاهم ان الست عندها الحميمية في الاجتماعية اكتر من الراجل في ان هي تنطلق في مجموعات. لما تيجي تسلم راجل، يعني اتنين رجالة واتنين ستات بيسلموا على بعض في الشارع، تلاقي الست والست بتهزر، يعني بتتكلم مع ست صاحبتها نص ساعة واحضان وقبلات، لكن الراجل ازيك وخلاص. الفكرة انه لو فهم سيكولوجية الراجل وسيكولوجية الست في الامور دي مهمة جدا. الست بتحب بايه؟ بودانها. الراجل بيحب بايه؟ بعينيه.
كل اللي انا بقوله ده يا دكتوره لو احنا فهمنا سيكولوجيه يا سامح الراجل ايه والست ايه نعرف انه اولا الراجل عنده بيحب العلاقه الحميميه دي درجه اولى عنده. الست بتحب الكلام والتعبيرات وبالتالي الاختلافات بتحصل في ايه؟ تقول لك ده اناني اهم حاجه مصلحته ما مهدش وبرضه مشاغل الرجل برضه بتبقى كثيره وعبء الحياه وعبء مصاريف البيت سواء على الزوجه او الابناء حتى لو هي بتشتغل ده اكيد ما هو برضه هو راجل البيت يعني. راجل البيت ولذلك الراجل هو الرجل الانسان الوحيد الذي ياخذ من نفسه ومن جهده ومن وقته ليعطي ابنائه ويعطي اهله ويعطي اسرته وقت وتعب. الراجل ممكن يشتغل مرتين عشان خاطر يعني يلبي احتياجات زوجته ويحتاج. الراجل ممكن يبقى تعبان ومع ذلك عنده مشكله انه لا يجيد التعبير عن الامه. يعني ممكن الست تعبانه بتفضفض لصاحبتها بتفضفض لمامتها بتفضفض. الراجل ما بيعرفش قانون الفضفضه عند الرجل للاسف الشديد قليل ومحدود جدا ولكن قانون الفضفضه عند المراه كبير. ولذلك لو الست زي ما حضرتك قلت من شويه ذكيه وعندها قدره على احتواء زوجها ما ليه اللي بيحصل اختلافات واحنا ما لازم في اي حاجه بتحصل اختلافات ولكن يبقى ايه بقى يبقى انه في احترام في تقدير في كل واحد عارف دوره بيعمل ايه في البيت في اسره ولذلك الدعوات او الناس اللي بتطلع في التلفزيون واللي بيطلعوا على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي الست مش محتاجه الراجل انت قويه من ايه الاب هو الذي يمنح درجه الامان والاحتواء الاب اللي هو الراجل حضرتك اللي انت بتعيبي فيه هو الذي بيدي كريدت كارت البنت كده ان هي ما تتسولش العواطف والمشاعر من اي رجل اخر وهو بيطبطب عليها وهو بيحتويها وهو بيقدرها. الزوج اللي بنقول له شابوه انت بتتعب وبتشتغل زي ما بيبقى فيه راجل مش قايم بواجباته احيانا بيبقى فيه امراه مش قايمه بواجباتها. بلاش التعميم وبلاش ان احنا نعمل سبوت على التجارب السيئه ونقول لا ده في تجارب بابايا وباباك ومامتك ومامتي والمجتمع العظيم اللي فيه المراه هي اللي تصنع رجل. وعايز اقول اي حته مهمه جدا بقى انه سلبيه بعض الرجال او التربيه مصنع رجال هي الام هي المراه التي تربي ولذلك خلي بالك وانت بتربيه هو واخته على ايه على العدل على الحب على الاحتواء على التقدير على المشاركه زي ما حضرتك بتشارك ما احنا بنشارك انا عن نفسي بشارك في المطبخ انا لا يعني ده ما بيزعلنيش جدا ده انا بحب اشارك جدا في المطبخ واحب ان انا ادخل مثلا ابقى اغسل انا الحاجات الباقيه مش ضروري في غساله الاطباق كل حاجه ايه المشكله لما حتى لو ما 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 انت ما تعرفش تطبخ ولا مجرد الافتكاسه ده شيء اللي هو يعمل ميكسات كده غريبه وبتاع احنا سوا زي ما قالت الدكتوره وده حصل برضو في المسلسل على فكره فاكرين برضو لما كان وليد كان بيعمل معجنات مش عارف شكلها ايه وبالذات بيبوظ الدنيا حاجات بتبوظ مشاركه حلوه وبتعمل روح حلوه في البيت حتى لو باظت والست تيجي تلم من وراه وتعمل هي الصح وتعمل هي هو ده مش عايزين بقى نقول ايه الست تعيش لوحدها البنت نجاحها ازاي طب ما احنا انا كراجل بشجع نجاح البنت وانا كراجل بوشنج لمراتي ان هي تنجح طبعا وانا كراجل مساند ليها وبيحتويها. وعايز اقول كلمه مهمه جدا لاي امراه او اي راجل في الدنيا الرجل لا يدرك رجولته الا في عيون امراه تحبه وتحترمه والمراه لا تدرك انوثتها الا في عيون رجل يحتويها. الله دي طبيعه الله دي طبيعه علي. الله يعني عليك دي طبيعه فاحنا نيجي نقول حلو الجملتين دول يا دكتور حلوين قوي بس انا عايزه بس اعلق اقول حاجه لا تقولي موافقه الاول موافقه اللي انا بقول عليه موافقه جدا ايوه يعني طب دلوقتي تعالوا نتفق انه اوقات امتلاك المراه لمصادر قوه في مصادر قوه عديده يمكن ان تمتلكها الزوجه منها ايه منها الشهاده منها المال منها الحسب منها العيله منها حاجات كتير. اوقات لما الزوجة تمتلك اوقات مش كتير اوقات لما الزوجة دي تمتلك مصادر قوة ما بتعرفش تتصرف في المصادر دي طب ده ضد تمكين المرأة لا الحقيقة ده مش ضد تمكين المرأة لكن انا بحب اقول انه امكن اولا المرأة ثقافيا وتعليميا اخليها تقدر او تعرف تتعامل مع مصادر قوتها ازاي ووقتها اديها مصادر قوة هتتعامل كويس مش هتعمل اللي احنا بنشوفه انه الست اشتغلت وخدت مناصب وخدت يعني مرتب اعلى فبتبتدي تتصرف بعض التصرفات الغير مسؤوله اللي بيها تهد كيان البيت مثلا. يعني سيادتك مع استقواء انا بسميها استقواء المراه بالرجل واستقلالها عن الرجل ولا استقواءها بالرجل زي ما دكتور علاء قال ولكن مش بس كده استقواء الرجل بالمرأة يبقوا زي ما حضرتك قلت سند لبعض بنكمل بعض في حاجة
طيب ايه هتلفظ؟ طيب طيب ما تيجوا بينا بمناسبة آراء، عايزين نسمع آراء الناس عن رأيهم في حكاية استقلال المرأة عن الرجل، هما معاه ولا مع ضده؟ تعالوا نسمع ونشوف التقرير. لو كنت كبير او كنت صغير. الحاله الاجتماعيه ايه؟ عادي. متطلقه. متجوز. ثانكس. انا متجوز. انا متزوج. متجوز. متزوج. انا اعزب. سنجل. متزوج. انا قلتش جواز. ايه رايك في فكره استقلال المراه عن الرجل؟ الرجل والست ده اساس الحياه، يعني لازم يبقوا هما الاثنين في الحياه ماشيين مع بعضيهم، لان الجواز هو سنه الحياه. المراه جزء مهم من حياة الرجل والعكس. أنا شايفة إن على حسب عقلية الرجل وشخصيته، يعني لو عقلية الرجل وشخصيته من نوع المتفتح اللي بيت بتحب نجاح المرأة عموما، دي شخصية لازم يبقى ليها ضرورة في حياة الست. حياة مشتركة ما ينفعش فيها الانفصال، حياة اجتماعية لازم يعيشوا مع بعض وفاء وإخلاص وفي اندماج. جزء انفصال الست أو الست عن الرجل وهم جزء يتجزأ من بعض. الحياة مشاركة بين الراجل والست. الست من غير راجل لازم الاتنين بيكملوا بعض. الست لما تبقى متفاهمة مش هيحصل طلاق. ممكن الست تنفع طبعا تعيش من الراجل، ازاي دي؟ تكلمين يعني في أي حاجة. الست هتحس باستقلاليتها يوم لما تبقى تستند على راجل صح. طبعا ما ينفعش الست تقعد من غير راجل ولا الراجل يقعد من غير ست، الاثنين متكاملين مع بعض. سنة الحياة الدنيا يعني الراجل والست ما يقدرش يستغنى عن بعض. منهج ربنا سبحانه وتعالى في الكون ان هو خلق آدم وجعل من ضلعه سنة حواء. لما نيجي نقول ان الست الواحد الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم، احنا بنكسر قاعده ربنا وضعها للكون. انا شايفه الموضوع اوفر شويه، اخذ اكبر من حجمه وفي عدائيه شويه من الست للراجل. طبعا ده يبقى خروج عن الشرع وعن الدين، لان المراه مكمله للراجل والراجل مكمل للمراه، والا ما كانش في حياه اجتماعيه ولا مبدأ للحياة أساساً. في البيت مع سامح في البيت ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وهنكمل موضوعنا عن حلقة النهاردة، وهي عبارة عن بناء الأسرة المصرية وتوحد الأسرة المصرية ورفض الدعوات اللي بتقام في الإعلام أو على السوشيال أو على النت لهدم الأسرة المصرية وتفرقة الرجل عن المرأة. ما ينفعش، لا يجوز. مجتمعنا عمره ما كان كده، أسرنا العربية بوجه عام عمرها ما كانت كده، وخاصة الأسرة المصرية. نرجع تاني لرأي الدكتورة عزة زيان. بالنسبة بقى الحاجات الفرقعة الإعلامية اللي بتحصل دي عشان بس الناس تتشهر وعشان كذا وعشان كذا، يعني الهدف قد إيه يعني قليل قوي مقابل الخراب ودمار أسرة ومجتمع للأسف يعني. طب ما تيجي نتكلم ونأصل للموضوع اللي احنا نتكلم فيه ونجيبه من الأول ونشوف هم أصلا بيتخانقوا ليه، وهل ينفع بيت من غير خناقات، بيت أسرة من غير خناق؟ لا طبعا ما ينفعش. الخناقه نوع من انواع التفريغ النفسي للتراكمات النفسيه اللي جوانا كلنا والضغوط اللي حوالينا. فمين اقرب ناس مفروض يستوعبونا ويستحملونا؟ شركائنا جوه البيت، الزوجه والزوج والولاد. اللي بيحصل انه بنشوف خناقه، بس القصه نتعامل معها ازاي؟ فن اداره الخناقه الزوجيه نتعامل ازاي؟ ونجيب برضو من الاول ونقول الخناقه بتحصل ليه جوه البيت، ليه بتحصل الخناقه؟ اختلافات النوع اول حاجه، هو راجل وهي ست. بتكوين الراجل بطريقه تعبيره المختلفه، بطريقه كلامه المختلفه، بانفعالاته، بكل حاجه، بكل الحاجات. والست نفس الكلام. تاني حاجه، هو طالع من بيئه مختلفه تماما عن زوجته، حتى على فكره لو كانوا ولاد عم. الاخين اللي هو ابو الزوج وابو الزوجه، كل واحد ليه طريقه تربيه مختلفه تماما عن طريقه تربيه الطرف الاخر. اوقات كمان بتنشأ الخناقة الزوجية لما بنطول في الجوازة حبتين. ده احنا طولنا قوي، ونبتدي بقى ايه يحصل؟ عملية ملل ورتابة.
طب يعني نعمل ايه؟ الجواز ما لازم يطوله. ماشي. انا مستني اخر الجمله عشان اقول يا جايبه قوي في الجواز. يعني لما نطول في الجواز قصدك يعني نطول في الجوازه بس ما يبقاش فيه ملل ورتابه. على عيني يا ريت. ايوه اداره الملل اداره الحياه الزوجيه لكن لازم نطول. وللاسف للاسف في ازواج وزوجات ما بيعرفوش يعملوا ايه في قصه الملل والروتين. وفي حته بقى ايه يعني للستات شويه. اوقات لما الست تحس ان جوزها يعني على علاقه بحد تاني تروح مفتعله خناقه عايزه تفكره انا مراتك البيت هنا فما تتخانقش بره تجذب انتباهه لكن بطريقه تانية خالص او لو مشغول حتى عنها يعني مش شرط انها تشك فيه لو مشغول عنها شويه مثلا في عمله او اي حاجه او كان مسافر اقرب حاجه تيجي عند الست يبقى في حاجه تانية على طول يعني اللي هو انت فين تعالى بقى فدي مشكله لا لا يعني دي مشكله بس ايه انا كان ليا وجهه نظر مش عارف ليه لو نفذناها تبقى حلوه ولا ايه بالظبط احنا دايما في العلاقه الزوجيه بين الراجل والست بيبقى في حته نسينا خالص اللي هو ايه البنك الحب والمشاعر والاحاسيس اللي متوزعه طول العمر بينهم على بعض اللي هو انا باخد منك وانت بتاخد مني احنا على مستوى الصحاب انت صاحبي فانا جيت قصرت معاك النهارده في حاجه فانا بسحب من معزتي عندك بسحب كريدت بقل لكن كل موقف بيحصل بين الازواج ومن بعض لما بنيجي نتجوز ودي مهمه جدا نخلي بالنا لما نيجي نتجوز ان الرصيد عندك وعنده صفر احنا مع بعض من اول حاجه زوجيه كل ما انت بتعمل حاجه حلوه كل ما رصيدك بيعلى كل ما انت بتعملي حاجه حلوه رصيدها بيعلى وعارف يا دكتور علي نسحب من بعض بس في حاجه بقى مش هنقول بقى ايه ادي الحلو تعالى بقى لو في حاجه وحشه عندنا حاجه اسمها الاجنده الخفيه انت الموقف ده فكرني بحاجه وانتوا داخلين مع بعض في الكلام كده من ضمن الحاجات اللي بتستفز الرجل على فكره لما يجي يتكلم ويكون متحمس في موضوع ممكن مراته تقطع في الكلام دين تخش في الكلام هو عشان يرجع تاني تنسي حبل افكاره وهو بيكمل في ايه وبيقول ايه واي حاجه ولا فكريني طب احنا وقفنا عند ايه بقى تقول له انا نسيت طب اسكت دكتور علاء ما شاء الله معلوماته غزيره لحد انهاء الحوار انا بس دكتور علاء ما شاء الله ثقافته غزيره ما شاء الله يدخل بيدخل من فكره لفكره ثانيه وعايزه بس الفكره اللي هو هي خايفه منك على فكره لا احنا مره الاولى انا الدكتور علاء لما بيجي في حلقه بيفضل ايه يتكلم ماسك المايك وبيفضل انا بهدي النفوس لا معلوماته ما شاء الله بيفضل يتكلم لا 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 بس عشان يتكلموا اكتر ادينا فرصه ادينا فرصه ما انت قلت 15000 كلمه في اليوم طب انا هقول لك على حاجه انا خلي المخرجة تعمل تفريغ بعد كده الحلقه هتشوف هي بتتكلم اكتر مننا وانت طب كتل دي الحته دي قلنا الحاجات الحلوه وقلنا البنك الحلو الجميل ده تعالوا بقى البنك التاني مش البنك التاني الاجنده الخفيه اللي نايمه كده معانا تحت المخده اوقات الازواج والزوجات طول اليوم بقى يروحوا مسجلين طبعا الاجنده الخفيه دي يعني كده مصطلح ده هي عملت النهارده كذا وكذا 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 طبعا بالسلب وهي تقول ايه ده هو عمل لي النهارده كذا 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 قصدك في البيوت المصريه مبيتاله صح كده يا ماما اللي هي بتبيت له الكلام خلينا بقى نتكلم في القصه فيحط الاجنده دي فين تحت المخد اليوم في الثاني في الثالث في سنه في اثنين في عشرة خلاص عندنا اجنده قد كده لا هو قادر يسامح يا استاذ سامح ولا هي قادره تسامح يا استاذ سامح ولا هي قادره تسامح في الاخر ايه اللي بيحصل الاثنين بينفروا من بعض لحد ما للاسف برضو ما بيبقى فيش حوار بقى اوقات كتير بنوصل لمرحله احنا بنسميها كده انت فاهم غلط وفاهم غلط عبر سنين يا سيدي انت فاهم غلط طب ليه فاهم غلط لان احنا ما قعدناش اتكلمنا لان ما فيش كلام واحده بقول لها طيب انتوا ما بتقعدوش تتكلموا ليه بتقول لي احنا بنخبط في بعض ما بنعرفش نتكلم ما بنلاقيش كلام فبيعيشوا سنين طويله ما بيتكلموش هو في حاله وهي في حالها يبقى اذا ممكن نقول كبت المشاعر وكبت الحوار وعدم ثقافه اداره الحوار من الاسباب الرئيسيه في المشاكل الزوجيه وجود حوار بس هو حوار اقتصادي او حوار ايه الفلوس بتاعت المدرسه او حوار انا ممكن اخلي دكتور علاء يتكلم لان احنا كنساء ديمقراطيين جدا ياخد مني الكلام لا لا الحوار اللي هو ايه اصل احنا دايما نحل مع زي ما سامح بيقول قولوا للازواج يعملوا ايه خلوا في ثلاث حوارات عندكم حوار زي ما قال سامح في البيت حوار المشاعر والاحاسيس يعلى شويه يبقى سامح قال لكم اهو في البيت وعندك حوار الولاد عملوا ايه النهارده وما عملوش ايه النهارده ده حوار اسمه حوار الابناء وعندك حوار المصاريف ده الحوار الثالث لو انت ومراتك عارفين كويس قوي وانت
مش يدخل من البيت كده خلي بالك عايزين نعمل كذا وكذا 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 والمدارس وايه اللي وتاكيد بينقط والعيال ما بتذاكرش. الراجل يا جماعه يا اي ست في الدنيا الراجل ما حبش يجي من بره وتبديله على طول قائمه من المشاكل. طب طبي عليه الاول, طب طبي عليه وابتسامه حلوه وخليكي اموره وفنون الدلع مهمه قوي للراجل وهو برده يدلعها. بس انت قلت لي ايه انصح بايه كرجل لكن انا مش معنى كده انا مع الراجل ومع الست انهم يدلعوا بعض. انا مع الراجل ومع الست انهم يكملوا بعض. الاحاسيس والمشاعر عارف دي اكتر حاجه, الحب هو الكريدت اللي يضمن لنا ان الحياه دي هتمشي وان الحياه دي هتتغطى اي صعوبات بينهم وبين بعض. بس الفكره بقى في ايه, طريقه تفكيرنا بتعكس سلوكياتنا زي ما احنا عملنا. انا بقى ملاحظه حاجه دكتور علاء, اتفق الحاجه بعدين ملاحظه بس ان دكتور علاء عمال ينصح الستات كده وما بينصحش الرجاله في حاجه. فانا اسمح لي بقى انا اقول للراجل المصري هنقول النصايح بس في حاجه لازم نسيرها في الحلقه. اتفضل. كل المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي دي مواضيع حياتيه بيتوتيه منذ القدم موجوده في اي بيت عربي او اي بيت مصري, اللي هي ثقافة الحوار والخرس الزوجي وعدم الاهتمام وكتم المشاعر وعدم إظهار المشاعر, كل ده موجود من القدم. بس انتم مش واخدين بالكم ان من أهم أسباب المشاكل الزوجية في العصر الحديث من بعد 95 انتشار السوشيال ميديا وانتشار النت ودخول النت على مجتمعنا. لو عملنا إحصائيات ورجال الإحصائيات والمنظمات لو عملت مقارنة بين نسب الانفصال أو الطلاق من قبل 95-96 ومن بعدها, أنا أراهن إن العدد اللي هو بعد 96 دوت هيبقى أكثر بكثير في مجتمعنا من قبل, يمكن يتضاعف. كلامك صح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان دلوقتي اي بنوته كده او اي انثى بقى ماسكه في ايديها, خلينا نتكلم بكلام صادم شويه بس هو صريح مع احترامنا للجميع, اي حد معاه التليفون الاندرويد الفيس او النت او الانستجرام او اي حاجه او مقاطع بقى يوتيوب, كل الناس عملت دلوقتي قنوات يوتيوب, فتنزل صوره ليها مثلا فتلاقي اكم من الاكونتات دخلت سواء بقى صديقاتها او اصدقائها, في ناس محددين اللي هم اصدقاء معروفين فقط في الحياه العامه الشخصيه وفي الحياه الخاصه, وفي ناس بتقبل ايديت لاي حد اضافات لاي حد, فتلاقي كلام معسول من اكونتات كتير. فده ممكن يربي فيها ثقافه ان هو ايه, طب انا ما بسمعش الكلام ده في حياتي. ده حقيقي الكلام جدا. ده بالنسبه لك كحضرتك كدكتوره وكأنثى ودارسه لعلم الاجتماع, الكلام ده حقيقي ولا ايه, بيأثر فعلا؟ ده حقيقي بنسبه كبيره, وده لما يتزامن مع اهمال الزوج ويتزامن كمان مع احساس الانثى, لان في سيدات حاسين ان هم سيدات لكن في سيدات بيتحولوا لام العيال خلاص. فلما يبقى عندنا سيده مصره انها تكون سيده وانثى وما بتسمعش كلام حلو, ما بتشوفش اهتمام, بتشوف على العكس سخريه اوقات, عدم تقدير اوقات كتير جدا, عدم تقدير لجهدها ودورها, عدم تقدير لشخصها. فاحيانا, بس انا مش عايزه اقول ان ده كتير, الحمد لله سيدات مصر على التربيه والدين الحمد لله يعني بقدر ده امين, ده حاجه معترف فيه, بس احنا لازم نتفق ان برضو التواصل الاجتماعي ادى لكثير من المشاكل. استاذ سامح, التواصل الاجتماعي دلوقتي الفيسبوك بقت الناس تطلق على كومنت وشير ولايك, هو ده بقى اللي بتكلم فيه, لايك ومين ده والبلوك والبلوك البلوك دي بقت يعني دي طلاق دي في الاخر, صح كده؟ طبعا طبعا. لا ده حقيقي, ده حقيقي. غير كده فتح باب شك الحقيقه في كتير من العلاقات الزوجيه, هو بيشك في مراته وهي بتشك في جوزها, وفتح باب كمان اخر مش عايزه اقلي الازواج والزوجات, ولكن الانبوكس ده في كل البلاوي اللي ممكن نتخيلها الحياه الحقيقيه. ولكن ولا ولكن ولكن انا بقول ان احنا عندنا تربيه وعندنا دين, ولكن ناخد بالنا لان مش كل الكلام المعسول حقيقه, لانه اوقات كتير الشخص الاخر بيدرس الضحيه, ولازم اقول ان ضحيه
بيدرس يشوف دي بتتكلم عن ايه واهتماماتها ايه، فبيحاول يدخل من المدخل ده، ده انا بهتم بكذا وكذا وكذا، هو يكون دارس بقى. فبتقول يا سلام ده الشخص ده عارفني، ده انا جوزي مش عارفني، احنا عندنا كمان مشكلة حقيقية في كده. ازواج كتير مش عارفين بعض، مش عارفين هما بيحبوا ايه بيكرهوا ايه. مرة سألت زوج بقالهم 10 سنين جواز، هي مراتك بتحب ايه؟ معرفش يرد، معرفش يرد. قلت له زوجتك اللي انت مفروض عارفها وفي فترة خطوبة وفترة جواز وبينكوا اطفال وبينكوا 10 سنين، ومش عارف انت بيبسطها ايه، مش عارف هي نفسها شخصيتها ازاي. احنا عندنا دي مشكلة حقيقية جدا، لو عرفنا بعض هنقدر كتير نحل مشاكل بعض. تمام. بالنسبة بقى للرأي النفسي مع الدكتور علاء رجب، ايه رأيك في الموضوع النفسي، حكاية التواصل الاجتماعي؟ وانت فاكر طبعا حلقة سميتها التفاصل الاجتماعي حلو اللي هي حصلت وساعتها قلنا ان الفيسبوك مستشفى مجانين، صح؟ انا شايف ان هو انا كنت، وان الزوج والزوجة حتى هم قاعدين في البيت كل واحد ماسك التليفون بتاعه، وده اللي ادى للخرس الزوجي. بقيت وسائل الاتصال يا استاذ سامح، مش وسائل اتصال. ادينا فرصة نتكلم. يعني ادينا فرصه، الراجل بيقول راجل مقهور، مش كده؟ ادينا فرصه، مش معقوله يا دكتوره يعني. ربنا يكون في عونه على بقى. يعني على طول كده، على طول مقاطعه كده. وبعدين خصوصا دكتور علاء ده ليه معزه ثانيه يعني. الفيسبوك ده انا بعتبره مستشفى مجانين، كل واحد قاعد ينشر ايه؟ احلامه، طموحاته، الحاجات اللي جوه، الحاجات اللي بره، الحاجات اللي البيبه اسمعهاش زوجها، او الحاجات اللي زوجته اصلا مش اسمعهاش. طبعا هو ليه فوائد ايجابيه كتير بصراحه، برضه ليه فوائد ايجابيه انه برضه قادر ان ادبيات وان الحاجات الجميله اللي انت بتنشرها لبرنامجك والبرامج القيمه بتطلع على الفيسبوك، النصايح التربويه اللي كمانها الدكتوره، النصايح اللي انا بعملها، الناس اللي بيعملوها، يعني ليه فوائد ايجابيه. ولكن للاسف الشديد الاستخدام الخاطئ نتيجه ان ما فيش تواصل حقيقي ما بين الازواج وما بين العلاقات الاسريه، وتلاقي البيت زي ما انت الاعلانات الشهيره شيل بتاعه النت، تلاقي كله اتجمع في الليفنج روم تاني، رجعوا او قعدوا مع سامح في البيت، بيقعدوا مع بعض في النادي، وكل واحد ادخل انا على اسره اقول لهم انتوا جايين تقعدوا مع بعض، جايين تقعدوا مع بهزر انا مع اصحابي، كل واحد ماسك الموبايل، بقى كل واحد خلاص اشتغل الكتروني، جفت المشاعر والاحاسيس، ما بقاش فيه زي ما انت عارف ان الزوج يبقى فيه لغه حوار مع زوجته، هو محتاج ايه، بيحب ايه، فقاعد يعني بيشوف دي بتقول له انت امور، انت حلو، انت كلامك جميل. وزي ما قالت في بقى راجل يبص البوست دي يقول لك انت حزينه ليه، انا شايف ان انت حزينه، انت في حد مضايقك، بتبتدي تشتغل على المشاعر والمشاعر والاحاسيس دي، ما شاء الله يعني بيعين المشاعر والنصب العاطفي ونصب المشاعر والاحاسيس شغال كويس قوي، وانا معاك جدا في حملاتك وبشكرك، وبالذات كل كمان حلقه بتتكلم عن الحاجات دي، وبالذات يعني كمان حكايه اللي هي الحاله اللي بتتكتب على الفيسبوك، انا عزباء، انا مطلقه، انا زعلان، انا مبسوط النهارده، انا انا متضايق، انا كده، لا طبعا، فدي مهمه جدا يعني. تمام. اظن احنا لمينا كل حاجه في الحلقه النهارده عن علاقه الرجل بالمره، ولا ايه؟ خلصنا صح كده؟ طب انا عايز خلال برنامجك طيب يا سامح، احنا هنقعد سنتين يا استاذ سامح نتكلم على علاقات الراجل بالست ومش هنخلص. انا بدعوك يا دكتور بدعو، طبعا سامح شرف لنا احنا مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه، عاملين حمله كبيره جدا اسمها بنكمل بعض، مبادره حلوه قوي، بنكمل بعض هدفها رجوع الاسره من الرجل والمرأة، دي رائعه جدا. انا احييك يا دكتور علاء والله، وانضمت معاك وانت تاخد الانترو معاك في بنكمل بعض طبعا. انت معانا، وشرف لينا دكتوره عزه تبقى موجوده معانا، وشرف للشيف كل المصريين، وانت ريت تقول كل انت بقى، انت زي ما انت قلت يعني انت عايز تاخد الانترو بقى، يعني يبقى معاك في مبادراتك. لا انا عايز اقول انه احنا مجتمعنا دورنا رسالة إعلامية بيقدمها الإعلامي الفنان الجميل الراقي اللي اشترك في أهم عمل فعلا، وناخد منه حاجات جميلة قوي، عودة الأسرة بجد، عايزين نرجع للأخلاق، نرجع لبجد علاقة الأب والأم، ونسأل على بعض، عايز نكمل بعض بجد يا سامح. بإذن الله أتمنى يعني كل الناس تشترك في المبادرة بإذن الله. طيب نروح بقى، رايح فين؟ ايه رايح؟ طبعا يعني يلا اتفضلوا معايا، يلا هناكل، يلا تعالى يا دكتور علاء، اتفضل يا دكتور عز. الله يسامح، دايما بصراحه برنامجك حلو قوي، انا دايما ما بقدرش اقول لا عشان بيتميز بالاكل الجميل. تسلم ايديكي طبعا، تسلم ايديكي، مش عايز اقول لكم الريحه عامله ايه بصراحه، مش عايز اقول. حبيبه قلبي تسلم ايدك، هي دي بقى اللحمه بالصوص الجميل، صوص الريحان، صوص الريحان اللي عملناها بقى، مصر كلها قاعده تشوفنا واحنا بناكل اللحمه بتاعتك يا سامح.
اتفضل. يا سلام يا سامح، مضياف برضه سامح، مضياف. طب اللحمه الاول، دي اللحمه الجميله بالصوص. الله، انا ممكن اقعد. لا بجد حاجه تحفه جدا. تعالى اصبر كده اشوف الحاجات الحلوه كده، اخش عليها. هو في مشكله؟ لا. اللحمه الجميله، تسلم ايدك يا شيف ورده. تسلم ايدك يا شامم. حلو قوي. تسلم والله. تسلم حبيبي. طب يعني ايه، خدوا السلطه. ايه رايكم في الاكل؟ انا هاكل السلطه. سامح يا جماعه، جيب لنا السلطه. ده الرز الجميل، السلطه تبداوا بيها. ده الرز الجميل. سامح جميل طبعا. المستكه والبصل المقشور تعرفي الاول. ده الرز الجميل بالرز الحلو بتاعنا. سامح يا جميل، خدي هريتي الاول صح. ايه اللحمه دي؟ قول لنا يا شيف بسرعه. اللحمه دي بصوص الريحان. لحمه ستيك او فليتكو او اي لحمه انتوا عايزينها، ما توقفوش على حاجه. بنشوحها على ناحيتين، نديها لون، وبعدين مع معلقتين توم وحته زبده، وبعدين نوطي عليها تستوي خالص. ولما تستوي بناخد الريحان نضربه في الخلاط مع شويه زيت زيتون. ما شاء الله. وبعدين نحطه عليها ومع معلقه دقيق علشان نعمل صوص يبقى زي ما حضرتك شايفه كده. جميل. لا تسلم ايدك يا شيف، تسلم ايدك يا شيف. فين اللحمه؟ تعالى هنا. ايوه. ها فين اللحمه؟ مستني اللحمه. بص يا سامح، انا بعمل طبق وبعدين انتوا عيشوا حياتكم انت والدكتوره. والنبي علاء، حط الاول بعد اذنك كده للاستاذه الفاضله، يعني ليديز فيرست. يعني معقوله كده؟ والله يا استاذ سامح، ما بيجيش يعني. لا لا، المفروض الست هي اللي تحط مش الراجل يا سامح. يا نهار ابيض. اتفضل. لا حط بقى، حط الرز اهو. يلا بينا، اتفضل. تسلم ايديك. لا يعني يا شيف بصراحه الاكل رائع جدا. بألف هنا وشيف. احنا ما نقدرش نستغنى طبعا. هنا وشيف. واحنا كمان ما نقدرش نستغنى والله. اعزائنا المشاهدين، يا رب نكون استفدنا من حلقه اليوم، وهي مخصوص عملناها عن الترابط الاسري وارجاع الاسره المصريه وبناء الاسره المصريه، ورفض اي دعوه من اي حد اعلاميا او على مجال السوشيال او حتى في الشارع يتكلم عن هدم الاسرة المصرية واستقلال المرأة عن الرجل واستقلال الرجل عن المرأة. الاتنين مكملين لبعض، الاتنين ما يستغنوش عن بعض، والمرأة هي اللي بتخرج الاجيال، هي اللي بتفرز الاجيال وبتطلع الدكتور والمهندس والضابط والمستشار، بتطلع كل المهن وبتطلع كل الشخصيات اللي هي بتبني هذا الجيل، هو اللي بيبني وبيسلم للجيل اللي بعده وبيبني المجتمع والأمة. احنا عايزين نروح بين فين بالأمة؟ احنا وطننا غالي، وطننا عزيز، ومصر هتفضل مترابطة بأسرها المصرية. كان معكم سامح صبري. سامح في البيت، سامح في البيت، بيقول حدوتة حلوة صغنطوطة، فكرة ومظبوط، علاقات أسرية وهموم فردية، ثانوي ابتدائية مع سامح في البيت، عامل فنان فنك هيبان وفي أي مكان، مع سامح في البيت، مع سامح في البيت، لو كنت كبير أو كنت صغير أو حتى جعان وكمان زهقان، دي الفرجة جنان، مع سامح في البيت، مع سامح في البيت، لو كنت كبير أو كنت صغير أو حتى جعان وكمان زهقان، دي الفرجة جنان، سامح في البيت، قاعد زهقان وكمان طهقان، قلبي يا سلام لقيت إعلان تخسيس وكمان